بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهو عن صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، من ضمن الصحابة الأجلاء الذين كان يفتخر بهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من هو الملقب بأسد الله الغالب. من هو الملقب بأسد الله الغالب؟ هو أحد الأسئلة التي قد يسأل عنها الكثيرون، حيث كان لأصحاب رسول الله الكريم ألقاب كثيرة، وهذه الألقاب تأتي من مناصبهم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل بلال بن رباح مؤذن الرسول، وحسن بن ثابت شاعر الرسول، أو مناصب في الإسلام مثل عمر بن الخطاب الملقب بالفاروق رضي الله عنه. وفي هذا المقال نتعرف على من أطلق عليه أصحاب أكثر من أسماء، فقد كان لصحابة رسول الله الكريم ألقاب كثيرة، وتأتي تلك الألقاب من مواقفهم إما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كبلال بن رباح وحسان بن ثابت وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي هذا المقال سنعرف من لقب من الصحابة بأسد الله الغالب. يدعى أسد الله المضحك، هو الصحابي العظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، وهو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقب بعدة أسماء مستعارة، منها أبو الحسن تكريما لابنه الأكبر الحسن الذي كان ولد من فاطمة، ولقب سيدة المرأة أيضا باسم أبي تراب بهذا، وكان بهذا اللقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ورد من أثر ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة الزهراء وعلي رضي الله عنه، ولم يجد علي رضي الله عنه، فطلب منه من فاطمة ابنته رضي الله عنها، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وقال: قم يا أبا تراب الملقب بأبي القاسم وأبو الصبطين الحسن والحسين. نذكر هنا بأن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه هو ابن عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصهره، من آل بيته رابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وممن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي وهو راضي عنهم، فهو ثاني أو ثالث الناس دخولا في الإسلام، وأول من أسلم من الصبيان. اشتهر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالفصاحة والحكمة، فينسب له الكثير من الأشعار والأقوال المأثورة، كما يعد رمزا للشجاعة والقوة، ويتصف بالعدل والزهد، ويعتبر من أكبر علماء عصره علما وفقها، إن لم يكن أكبرهم على الإطلاق رضي الله عنه. وقد ذكرنا أنه رضي الله عنه كان شجاعا وحكيما كرم الله وجهه. وعلي كرم الله وجهه هو أصغر ولد أبيه أبي طالب ابن عبد المطلب أحد سادات قريش والمسؤول عن السقاية فيها، يرجع نسبه إلى نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم. أمه فاطمة الزهراء بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف، التي قيل أنها أول هاشمية تلد لهاشمي، ووالده قد كفلا رسول الله حين توفي والداه وجده عبد المطلب، فتربى ونشأ في بيتهما. لا يعرف يقينا متى ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن بحسب بعض المصادر فإنه ولد بمكة يوم الجمعة الثالث عشر من رجب بعد 30 عاما من عام الفيل. هو أصغر أبناء أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم عم الرسول صلى الله عليه وسلم أحد سادات قريش والمسؤول عن السقاية فيها،
وكان قد كفل الرسول صلى الله عليه وسلم حين توفي والداه وجده وهو صغير، فتربى ونشأ في بيته. تقول بعض الروايات أن موضعا بأحد جدران الكعبة يسمى المستجار قبل الركن اليماني قد انشق لفاطمة بنت أسد حين ضربها الطلق، فدخلت الكعبة وولدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ذكر في المستدرك للحاكم النيسابوري تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة، والله تعالى أعلم. حين كان علي رضي الله عنه ما بين الخامسة والسادسة من عمره مرت بمكة المكرمة. سنين عشرة أثرت على الأحوال الاقتصادية. كان لأبي طالب ثلاثة أبناء علي وعقيل وجعفر، فذهب إليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعمه العباس بن عبد المطلب، وعرض عليه أن يأخذ كل منهما ولدا من أبناء ربه ويكفله تخفيفا للعبء الذي عليه. فأخذ العباس جعفر، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنهم، فتربى في بيته وكان ملازما له أينما ذهب. تكفل النبي عليه الصلاة والسلام بعلي بعد أن أصابت قريش في إحدى السنوات أزمة شديدة تضرر الناس بسببها، وكان أبو طالب كثير الأولاد، فأتاه النبي مع العباس ليكفل كل منهما أحد أبنائه فيخفف عنه ضيقه، فكفل العباس جعفر وكفل النبي صلى الله عليه وسلم عليا. أما بالنسبة للإسلام فقد أسلم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو صغير بعد أن عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام على قاربه من بني هاشم، تنفيذا لما جاء في القرآن الكريم. ورد في بعض المصادر أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جمع أهله وقربه على وليمة وعرض عليهم الإسلام، وقال أن من يؤمن به سيكون وليه ووصيه وخليفته من بعده، فلم يجبه أحد إلا علي رضي الله عنه. سمي هذا الحديث حديث يوم الدار أو إنذار يوم الدار، والله تعالى أعلم. ويعتبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول فدائي في الإسلام بموقفه في تلك الليلة. كان محمدا صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يؤدي الأمانات إلى أهلها ففعل، حيث كان أهل قريش يضعون أماناتهم عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمانته وحسن خلقه. وأنجب علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فاطمة الزهراء رضي الله عنها الحسن والحسين سيدا شباب الجنة رضي الله عنهما في السنتين الثالثة والرابعة من الهجرة على التوالي، كما أنجب زينب وأم كلثوم رضي الله عنهما. كان علي رضي الله عنه موضع ثقة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أحد كتاب الوحي الذين يدونون القرآن الكريم في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان أحد سفرائه الذين يحملون الرسائل ويدعون القبائل للإسلام واستشارة الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الكثير من الأمور، مثلما استشاره فيما يعرف بحادثة الإفك. شهد بيعة الرضوان وأمره النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينها بتدوين وثيقة صلح الحديث وأشهده عليه. وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببراعته وقوته في القتال، وقد تجلى هذا في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة بدر هزم علي كرم الله وجهه الوليد بن عتبة وقتل ما يزيد عن 20 من المشتركين. أما في غزوة أحد قتل طلحة بن عبد العزة حامل لواء قريش في المعركة، أرسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى فدك فأخذها في سنة 6 هجرية. اقتحم حصن خيبر متخذا الباب درعا له لشدة قوته في القتال. ثبت مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة حنين. كان لعلي رضي الله عنه سيف شهير عطاه له رسول محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عرف باسم ذو الفقار. أما بالنسبة لإدارته للدولة الإسلامية زمن الخلافة فقد استلم علي الخلافة خلفا لعثمان رضي الله عنهما في وقت كانت الدولة الإسلامية تمتد من المرتفعات الإيرانية شرقا إلى مصر غربا بالإضافة لشبه الجزيرة العربية بالكامل،
وبعض المناطق غير المستقرة على الأطراف منذ اللحظة الأولى في خلافته، أعلن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه سيطبق مبادئ الإسلام وترسيخ العدل والمساواة بين الجميع بلا تفضيل أو تمييز، على الرغم من أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يقم بأي فتوحات طوال فترة حكمه، إلا أنها اتصفت بالكثير من المنجزات المدنية والحضارية، منها تنظيم الشرطة وإنشاء مراكز متخصصة لخدمة العامة كدار المظالم ومزيد الضوال وبناء السجون، وكان يدير حكمه انطلاقا من دار الإمارة، كما ازدهرت الكوفة في عهده وبنيت بها مدارس الفقه والنحو. وقد أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا الأسود الدؤلي بتشكيل حروف القرآن لأول مرة، ويعتقد بعض الباحثين أنه أول من سك الدرهم الإسلامي، يعني أول من سك الدرهم الإسلامي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، السك الدرهم الإسلامي الخالص. مخالفين بهذه المصادر التاريخية الأخرى التي تقول أن عبد الملك بن مروان هو أول من ضرب الدراهم الإسلامية الخالصة، والله طبعا تعالى أعلم. أما بالنسبة لأخلاقه وصفاته رضي الله عنه، كان علي بن أبي طالب ذا مكانة عالية من المعرفة والحكمة، قال فيه عبد الله بن عباس: كنا إذا أتانا التبت عن علي رضي الله عنه لم تعدل به. وقال ابن شبرمة: إذا ثبت لنا الحديث عن علي رضي الله عنه أخذناه وتركناه ما سواه. من أكثر الصحابة معرفة بأمور القضاء، فقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب. كما عرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكرمه وسخائه، فكان يرى أن قضاء حاجة الآخرين أحب إلى قلبه مما في الأرض من ذهب وفضة، وقد بلغت الأوقاف التي أوقفها 40,000 دينار. صبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حياته كثيرا، وذلك منذ صغره حين أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة السرية من الدعوة، وفيما تعرض له في الغزوات والسرايا والفتن التي واجهها أثناء خلافته، وكان يحث الصحابة على الصبر، وعرف علي بشجاعته. ومن المواقف الشاهدة على ذلك توشحه رداء النبي صلى الله عليه وسلم ونومه في فراشه طوال الليل، حماية له من القوم الذين يتربصون به لقتله، وذلك عند هجرته عليه السلام، وتعرضه للحبس والضرب من قبلهم بسبب فعله. وامتثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعبادة الله تعالى الشاملة في كل جوانب حياته، فكان من أصحاب التهجد في الليل، يحث غيره على مخالفة الله، على مخافة الله واستشعار مراقبته لهم والتوجه إليه خوفا من عقابه ورجاء رحمته، مبينا لهم أن النفع والضر بيده وحده، وأنه المنعم الوحيد عليهم ومالك كل شيء. من حكم وأقوال الإمام علي ابن أبي طالب، حكم وأقوال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تعد ولا تحصى، لكننا سنذكر بعضا منها وهي كالتالي: العلم خير من المال، لأن المال تحرسه والعلم يحرسك، والمال تفنية الثقة، والعلم يزكو على الإنفاق، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. مات خازنو المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدار، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. أعداؤك 3: عدوك وصديق عدوك وعدو صديقك. من ينصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. الإيثار شيمة الأبرار. أيضا من صارع الحق صرع. أيضا ليس بلد بأحق بك من بلد، خير البلاد ما حملك. من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
مثل الدنيا كمثل الحية، لين مسها والسم النافع في والسم الناقع في جوفها، يهوي إليها الغر الجاهل ويحذرها ذو اللب العاقل. إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. استغن عمن شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، واحسن إلى من شئت تكن أميره. الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر على من تحب. خير المال ما أغناك، وخير منه ما كفاك. خير أصحابك من واساك، وخير منه من كفاك شرا. من أيقن أحسن، من تعلم علم، ومن اعتزل سلم، ومن عقل فهم، من عرف كف، ومن عقل عف، ومن اختبر اعتزل. من أحسن ظنه أهمل، من ساء ظنه تأمل. من عمل بالحق، من عمل بالحق غنم، من ركب الباطل ندم. من ملكه هواه ضل، من ملكه الطمع ذل. من تفهم فهم، من تحلم حلم، من عجل ذل، ومن قل ذل. هذا كان موضوعنا لهذا اليوم لسيدنا علي كرم الله وجهه، وسمي بكرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم، وقد أسلم وعمره 10 سنوات، كرم الله وجهه ورضي الله عنه أبا الحسن والحسين سيدا شباب الجنة. حلقتنا لهذا اليوم للأسف الشديد قد انتهت، ولنا لقاء آخر مع صحابي جليل وأحاديث نبوية جديدة في السنة والقرآن. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور بصري وذهاب همي، واجعل سنة نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدى لنا وطريقا منيرا يا رب العالمين. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ووضع لايك. أخوكم الإعلامي عماد زيد من فلسطين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى اللقاء.